بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كان واكي بقول طباني صدحات كم من صحيح مسلم، باب سترة المصلي قبات كروح التكني أيو بابية سترة المصلي كي تكني صلاة سنة أما فرضة بحي قبات ونقول لها حق قدرك هي تشريعا نبي حكيل عليه الصلاة والسلام أيو خسي باب سترة المصلي روح مسلم كي تكني منفرد كي كلي أما إمام كأ إن لو سنيو إنه قبات خميس هو مسألة إجماع، مسألة إجماعية بين العلماء والخلاف كثيرين وي مأمومكو أسوق سترة مو بهاي هي ومسألة خلافية جمهور أهل علمنا إنه سترة بهاي وي وسترة المصلي سترة الإمام إمامك قبات كيسا قبات أما مأمومك هذا مذهب الجمهور أهل العلم سداوي بعض أهل العلم وحيليه سنة نبتك وحاقدر سترة يا قبات روح مسلم كي تكني إنه واجب تاي وواجب سنة معها نكي كتغانا وعاسي آثم أحكام تكاد لنبانا لغا قادنية أو أمير تصريح يكوتي منا وي كهر ريسي إذن مركب بابك قيبت دنبي بابك دنبي حيغين وكو قاري دونا عاوة مركب وآمرك مطلقها يقدر كي روح مسلم كأون نقن كري قباد يسطره. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أبو بكر النيسابوري وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة العبسي قال يحيى وحيد أصو إن يحيى أخبرنا وقال آخران لبدأ إمامك لوحيد هذين حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه أبيه وطلح بن عبيد الله التيمي قال وحوري صحابي طلح بن عبيد الله التيمي إن حديث كان أبوه الريان في ليا كتاب الصلاة لكن كتاب الإيمان حديث ليا نقصه مري طلح بن عبيد الله محسوستين أن سوشنا حديثه في صحيح مسلم كل إن كان هذا محكم محسوسته ميا حسوستين دنكو المهم طلح بن عبيد الله ابن عثمان ابن عمرو التيمي وأحد العشر المبشرين بالجنة صدني سديد حديث من النبي كتبية عليه الصلاة والسلام صدني سديد حديث من النبي كتبية وعسكوا أفقين بخاري مسلم لبا حديث بخاري مسلم لبا حديث بي وذاقان بخاري وحلقوا النقضاء لبا حديث مسلم نسيده كان لبا حديث مركا لبايا لبنا ولا لقوا النقضاء لبنا ولا وذاقا مركا مجموع ما له في الصحيحين عين نقدين لحديث ده هادي سؤال لح ماها لبا وذاقان لبا مسلم بقوني لا لبنا بخاري صدح ملوه من لبا حسابات مردون تي صدح ملوه من لبا سؤال لح ماها لحذا حديث بو صحيحين كقول يا رحمة الله رضي الله تعالى عنه وارضاه وحق يريد الصحابي قول الشهداء صوه مظلوما للدلي صدني لحد هجرة يوم الجمل واتقرني سطرح من عبيد الله وركي سواها يسانكم مشغول ما هي قال الصحابي وحول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم متكين هدور لقوه بين يديه هرتيسة مثل مؤخرة الرحل مؤخرة الرحل قاديد كقيب سيضنبوك هرد أورطة أما فردها meeshan dambe bagaalihi uu ninku ku tiirsado barkin yar oo saa u irtaagan ama kabaal yar oo saa u irtaagan oo uu ku janjeersado kursi ahaana ayaa jira oo dhudhun saddex meeloodkii laba ah dhudhun marka saa loo taago dhudhun saa loo taagay laba meelood ayaa mu'akhiratu raxli noqota xagga qadarka marka lasoo gaabiyana waa taakiya badh ama hal taako dhudhunka dhan baa laba taako ah هذا مركا لودن كينا تاكية ما قوي لودن كوا الله تاك صح بعد ده وحن مع الله هين وحن مع الله هين مركا لودن كوا صدح لقد قال لبدي أيام أخرى تروح لي قال لا مركا واقع تاكية بعد سكرها تاكية بعد إذا وضع أحدكم متكين هدو ديغو بين يدي اسغه هرتي سمركو توكان مثل مؤخرة الرحل فرضا قيبت يدا دمبو كاله مؤخرة وقيبت دمب الرحل قنا
وهريدي يهجل كي أورط اللي سار يود قريس فليصلي مركاته كذو فليصلي مركاته كذو إذن سيدا لسكو حري قيد ك يتعليق ماشي كم مغضوا حلقة قاتي إنه واجب عند أهل بعض أهل العلم متكين هذو هرتي صدق تقبل ير وقار يتاك يبر هاتو كذو حلقة فهمي هذو سنسايرين يوسن تكني ولا يبالي يوسن ويد أبيال من مر أحد كم مرة وراء ذلك قباتك أنت كضم بيس أموحي كضم بي دبرك وعين مرة هو القوطة لذلك مركا معه. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني وإسحاق إبراهيم قال إسحاق وحور رسول أخبرنا صيغة مركو قادني وقال ابن رسول وحور محمد حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سماك بن حرب مركع عمر بن عبيد الطنافسي ومتابعين يا أبو الأحوص أبو الأحوص كلاهما عن سماك وطمرتين عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة التيمي طلحة بن عبيد الله ويلو دلو تابعه قيمة بضمول عن أبيه أبيه طلحة بن عبيد الله قال وحول السحابك كنا وحانو أن نصلي كوت كذا والدواب أيها حيوانك إيه لؤذي إيه قيل إيه أرقي إيه ضميره با تمر أي مريس بين أيدينا هرطة يده حنو تكن شري أيوة عدود أم عفوا حوله نعم وليد هرتنا يا مريان فذكرنا ذلك أركاس أن أشجعنا إن أنا قلت تكون إنه أي حوله نهر مرا مركا قاركو لرسول سبحانه أشجع فقال النبي حجري مركب كاسي كعبر دارتين ون أشجع النبي كدعوذين مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضرهما مرة بين يدي يعني وخبره بمعنى الأمر خبره بمعنى الأمر مثل مؤخرة الرحل هريدة قيبت ذو الضنبوك الحق استاق يقدرك تكون أهاني سبين يدي أحدكم بايد كفلان تاسا إذن كفلان انت أصبح أن أظهرتنا لقاتان وكانت كنيسان أيا إذن كفلان يكفي أما كافيكم يا معنى سميشة كجرة ثم انت اكدب انت مركز ماشي دغتا الى هرم الطمر ثاني لا يضر الروح مسلم كي تكون يا مدبايو ما مر وحي مر بين يديه هرتيسا وقال ابن نمير محمد سو حيلي او اسحاق اسن شيغن وي فلا يضره دب مهيو من مر بين يديه ثم لا يضره يمحك القاضي وذاتك فلا يضر فلا يا ثم انت سوك الدويه مرك منها دواء تعليل نوا تعيله فلا هذا تعيل هم بيكون إمام الإسلام منه ثم ندوا جملة مركب مرحبا بين غنيس حدثنا زيد بن حرب أبو خيثمة النسائي قال حدثنا عبيد عبد الله بن يزيد المقري أخبرنا سعيد بن أبي أيوب الخزاعي عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن مجلس وإمام دونه أبو الأسود رواية ضنباع عضين دونته القرشي الأسدي عن عروة بن الزبير عن أسنوى أسدها دعروه وذكر نساء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت هو إذن وحيت جدي سئل رسول الله رسول كلاه بأن لو ويدي صلى الله عليه وآله وسلم عن سترة المصلي روحة تكنية قبات كيسال لو ويدي قدركم النقني انتاءوا النقني بحي وذكر نساء جوابت النبي عليه الصلاة والسلام إذن عند أهل العلم السؤال ومعاد في الجواب السؤال معاد في الجواب هذا أنت سؤال ويديسه هو حرام يو حلال يو سدا أو كيا وحكا دقنت هاي هذه هوش آية هاي سدا آت شيكتي وسدا أي سدا لأن السؤال ومعاد ولا سعلي وقدرني وكن عميزي هاي في الجواب إذا جواب تصوبن وبحيات كفها ميسا سؤال شي لو ويدي إنا يا أهيد قدر أنت اللي أكبر نبي الله كفلا روح مركو تكن أيه إنه هرتي صدقته فقال اي حكم كذا ما سئل عن سترة المصلي عن حكم ما وما وعن قدري قدر كذا لو يدي فقال النبي عليه الصلاه والسلام مثل مؤخرة الرحل جديد كاهريدا قيبت الدنب وخي لا اغو كلي كبال كدنب او كلي طيب كوره الدنب انت يري تاغن روح عيسى دبر كين عيسى لو تلقلا لو جيدا وان يدين شغو وا بدون صدح لو قيب لبدي هل تاكيه بركو قياسا وخي انت كا غابن ما نكون كرو ويه سترة ما نقن كرو وحكا ديرنا وخير وخير حق الدمعضة أيها اللقود قال لما حق الدمعضة وحقا كدقان يسا قباتك وحق قباتك كدقان يسو حق الدمعضة يسو محي الله كان يسا وحد يقول له كسو أروري أو سريح متشرو
لكن بعض أهل العلم وحيله وحاضو تين عوسا نقضوا هذا الأرق مايو هذا أول دوان نقضنا هذا ما لا يقان وحي تحوجو ورن ورن قردي شيء هيا شو أول يرع يرحوجن ولا أرك كرو ولا هذا دوان مساعد كلا دقوا كله كتاب كله آخر يستقر مصحف كا ويكفل أنت مصحف كا طيب هذه اللي هو محل صمينا وإنه قارد إن شاء الله تعالى مركو حديث ضم إمامك وكر حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري أخبرنا حيوة بن شريح عن أبي الأسود هذا حيوة بن شريح يوح متابعين يا هنا سعيد ابن أبي أيوب الخزاعي والنصومري لأنه أصدق أبو الأسود كورني حديثك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن أها أبو الأسود مركو روح النصومر أصوه كن يدي سون الله شيء وما يعيسان الله شيء محمد عبد الرحمن الأسد القرشي عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك إلهي باس سئل لويديه في غزوة تبوك رواد ما حيكون درتي حلق سؤاش أي دعضي إنا يهيد سنة كساقال هذه هجرة مركو النبي قبوب حيدو الله أنك تبوك عن سترة المصلي مصلي قاو حالو تروح تكنيا قبات كيسائي وحو اسك أسطور كرا آدمه لو حكمانا كجرتو ضد كنا وقت كي عنا قباط بيكوت هاي مد الله بعد إن ده هذه ثوف لها يا ضوق ما لها ما يرعن لها بيصو علنا يا نو أيضا فيرنيس أما محل سجود كافيرن أما أيضا فيرن حوم بيمرك كاشل شيلن ويكاع عونيس ضد كنا ويكاع علن فقال سبحانه عليه الصلاة والسلام كمؤخرة الرحل كورها قبت صدمبوك عليه أيها كفر الروح مسلم كانوا هرتيسة ودكتو حدثنا محمد المثنى أبو موسى البصري قال حدثنا عبد الله بن نمير الحمداني حا وحدثنا ابن نمير محمد ومركا أزقع واللفظ له لفظ قال نشيق الدونان محمد بايسكالي ابن نمير إيه ملها محمد كورا محمد صنعها ملها حدثنا أبي عبد الله بن نمير إذا مركا محمد المثنى يا محمد ابن نمير ابن عبد الله بن نمير با وحديثك قال هيان يا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وحاصو بنه اذا خرج يوم العيد ما العيد هضوب بحو ما العيد النبي هضوب بحو عيد الاضحى النقطة ام عيد الفطر النقطة حقو بحايا الى المصلى بكو قدر هذه ماشي اللي قلت كان له النبي وبحو امر وحفر جري بالحربة ابدي الا قتنشو حربضوا واتك أما إيبا وحي صمالي ويا قانان هذا وران يروي وران يروي أما مرشن عودت قانان أمر بالحربة إيبا وفريج إن لو قتمية ماشي وكتو كان يهرتيسة وران لقتمي ير فتوضع حربضي بقى النبي لقتمين جري بين يديه ماشي النبي كتو كان يهرتي ده فيصلي إليها حق يده أتو كان جري حق يده أي مركة أسي جيثان جروي مالك لما آدين والناس ضدك مسلمين تانا وراءه النبي قداش سيد لبينه ومركة تاغينه وكدبة كنية وكان يفعل ذلك الرنكاس النبي قل يلي جيرو إن إبدا قتنشو سترية قبال الله سمايستو في السفر حتى سعودالك سفر كي يسعودالك كل سنة على التخفيف أحكام بضان لفوذي يوسف حتى النبي كتقن وي إن صلاة أتكنا يأسوغو النقي يا سوق المسافر ابو كت وكت جوادي ده سبحانه انه يشو قباد ايو صدره وصمست فمن ثم صادرت بي اتخذها اما فمن ثم اي من تلك الجهه يعني اتخذها الامراء امراء الدنب خلفاء كدن بي سبحانه ايو كو ريبني اميه كو ريبني العباس باي سميستين ان ابير لو لهر ودو مركي توكن لو قتنشو نبي كغه داينهايان وي جملة أن تمام فمن ثم اتخذها الأمراء ومدرج في الحديث ومدرج في الحديث في آخره أبو داود سنن كأنه قصهم إنه ماجه بأنه قصهم مري رواية دي من مسهر بعض يسيني مدرجتها وأصوه حييني قال نافع قال نافع فمن ثم اتخذها الأمراء إذن ومدرج من كلام نافع نافع مولى عمر بايسكال لفظي كان ضمبي وينو شيء كن صدح بقول يا شن بانه كقصهم الرئيسون انه ماجب عبد الله القزويني كفيريه ان شاء الله. ماها من 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 كلام ابن عمر ماها من قول رسول الله انما عليه الصلاه والسلام هدي وبعيد بين نقوته. طيب.
حدثنا أبو بكر بن شيبة وابن نمير محمد قال لبدا إمام محيد هذين حدثنا محمد بن بشر العبدي والقرني ثانيه حدثنا عبيد الله عبيد الله المقعي وين أي عبيد الله ابن عمر عبيد الله ابن عمر هنا أيوه هنا حفص هنا أيوه هنا عاصم عاصم وهنا عمر العمر الغوشي وأوغي بلوتيرني أوغي سي صدحات مية عمر بس أوغي لبعض بنغني كي صدحات عبيد الله ابن عمر ابن حفص حفص يا عاصم يا عمر وصدح أوغي مركو عمر وأوغي سي صدحات طيب ننكاس وينوك عانكا ويلك عبد الله سيك حب وذوقتي عن نافع مولى عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان وحوى النبي يركز كي قطنشه يركز من ركز يركز من باب نصر ينصر طيب وقال ابو بكر وحوى ابن ابي شيبه الصوت الا وحكوا لنا ابن نميره يغرز من غرز يغرز من باب ضرب يضرب الا ضرب في مضارع وكدويه ما دقيده ركزنا مضارعي ما دود وكل دويني ركز يركز بين نقطنا غرز يغرس من باب ضرب يضرب النصر ينصر بكليه واسكم معنوه انت كليه لفظك كل دون لكن واسكم معنوه يركز كي قطن شو النبي عليه الصلاه والسلام وقال ابو بكر هذا بهض ابو بكر سيدا دنبي لي يركز وحاسكال ابن نمير ابن نمير باسكال وقال ابو بكر بن شيبحوري يغرز كي تلال اما مدى اما الضروء هاي كم دولك العنزة تكيدة عنزة هي حربه كل دوين حربه إيبا لا إله إلا هو إيبا ورن يروي أو رجع دجا علما سيف دجا كذا يكشدا ومركا هوس تلقى السوق ولا أما مش فجأته ما لهم ورن كلو خسارين كرين أي أي لو سيد دايا طيب مركا و وكلمات هو كلمات ورن كي حجزا ولا شقيسا أنا زود لك ومرشين كان هو إنكو يمرع كل أيام مراه لس كذا قطة جورج مرك قال قط لقو قطة قرن ريسا مرك أنا زود يدو وأوشا والسوفيت سو ما قرن ريسا أوشي مرشين كأفك كتير يروح كل قول فنشر تاوي لكن أيدو حرب أنت بدهم بر شو بين نقطة بر ولا شو بأوي ومين وصبرت صبر الله شو بأوي يروي وكل يد بقى نحب عيس هذا تذكر ويدية يدوكو هؤلاء قرن ميسان العنزة تتكي ذي أيو نبي قطشن جري ويصلي إليها حق يدون أتوكن جري مهاشا اللي وحي اللي قبل وحي هيدين اللي أتوكا دو لقا دكتو إيه سطرية قبا زاد ابن أبي شيبة أو بكر وحوكر دي يي. وصاحبك ابن نمير ولا ديري يي. قال عبيد الله عبيد الله وحوي لأسو وهي الحربة عنزة أريهم بامرين ويوحلو جدوا حربة لكن الحربة والعنزة من حيث اللغة ويكالدويني لكن وحور ربا إمامك عبيد الله كده عنزة هلا إذا لك واحد اللي يجد وحربة هو رسول مرتين أمر بالحربة مركة تنضب تكي بالسكي إذا ذا من مرشن طهورنا إيبا الله إذا ويكالدويني حدثنا أحمد بن حنبل أبو عبد الله أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل بن الشيباني أبو عبد الله إمام أهل السنة والجماعة حدثنا معتمن سليمان عن عبيد الله معتمن سليمان التيمي سليمان الطرخان التيمي ويلو دلائي وذكرنا عنك عن عبيد الله ابن العمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وحوها صوبانه يعد كي قدبة راحلة هشيسة مركة قارك صوبانه دوا يأبئي مرشن يتكي وحو سترك دكتو نافك قايدك قوة قدبة جري تصيد أفريسيو أي حق سؤتك جري أصبح قبادي يكدي جنجر وهو يصلي إليها أصبح حق إذا أتو كنية حق إذا أتو كنية وكعاب ناويين حتى حيوانات كقارك وهاش هذه فردي رتقة هذه فردي أتكد جن كرتو قباد أتكد جن كرتو حتى وإنه سومر مبنان تي روح كيف إنه قد بقى قباد لقد كتو كشة كي سنية هذا وح كلو إذا ميت كن هي وأصبح أطهله سترة أطهله أن كشة دبا قرصو إلا مرة بضم بقى جانس لغت كيه ليساي لكن حاضر مركو قدو كاتبو ماشا استاقل هاي قولي مركا يو حريفية وحاجة مكا يكار دقاقان سترو كور رادين هاي أو شفا هنسن ننو وسكر دقاق هذا يكوت الله حدنا أبو كمنا بشيبة وابن مير قال وحيدة هذه حدنا أبو خالد الأحمر واسمه سليم بن حيان أبو خالد الأحمر
عن عبيد الله العمر عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى راحلته. نبقى هنا كان وحوي مطلق الفعل مجرد الفعل بلغة جدا تي إكثار كآي نبقى بدين جر الله لقم وضوه. كان يصلي إلى راحلته هشي سحق تكن جريق. وقال ابن مروحول إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير نفقي لحقي أو فرديا أيو نبقى تكذي مال مال ما كامدا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والزهير بن حرب جميعا سوى دجر لبدا وذات عن وكيع بن الجراح. قال الزهير وحوري أصدق في روايات الزهير بن حرب حدثنا وكيع مش ابن أبي شيبة أجل عن وكيع. حدثنا سفيان الثوري سفيان بن سعيد أبو عبد الله الثوري قال حدثنا عون ابن أبي جحيفة السوائي عن أبي أبيه وهب بن عبد الله السوائي. وهب بن عبد الله السوائي من صومر حديث كلا أوليها في ليا وهب حديثه كان نوه ريالته كان نوه ريالته. وهب بن عبد الله السوائي نبي وحكوري يا أفرتن يا شن حديث أفرتن يا شن حديث من نبي كتب عليه الصلاة والسلام. وحيسكوا أفقين بخاري مسلم سد حديث وتفرد البخاري بثلاثة أحاديث وأنت مسلم مفاردكم الله ميشان أيضاه. وهب بن عبد الله السوائي السوائي نبي وحكتب يا أفرتن يا شن حديث بكتب يا صدح بخاري مسلم باوذاقة بخاري وحلقوني هاي سد حديث إما سيسكون نقدا ماشا وحكو جرى لحديث بأسنكو لا في الصحيحين تضباطني أفرته جرى يقير يودا سحابه كوفو كقير يودا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال السحابه وحويلي أتيت رسول النبي نبي قانو إيمد بمكة مكة أوغو إيمد نبي قان مكة أوغو إيمد وهو أسوغو بالأبطح دحذي فردية الأبطح وتقم منا توقع حاجة من كي مادة مش هو مك كجدا عي نيس كبضن له يقرور ح يتموح فر بضن له حاجة نيرها بلارن أيه أبطح له بطحة الله يقنا درهم كم بايقان هذا هو إسكاب هذا واحد أركيس متجرة. أتيت النبي النبي صلى الله عليه وسلم بمكة مكة وهو بالأبطح أسوى ماشي دحدا هاي فرديا توقع من كسو داعي في قبة سو كجرا تندو أما ديرو كجرا في قبة له تلو لها أملودس حمراء جدودا أما عص ومن أدم إذين يصان حول لقسمي لقما الصمين ويدور حول إيو حركة يجيد يعوص إيو من لقما الصمين إيو حيابي صمالي حكتو لنجرت وحال لقسمي وي وصان صان حول لقسمي بركتين دو وي يخيمت بالنبي الله لو سمي هل كأسوكو الدقن وفتح مك وحجة وداع زي الوضع ويوم يوم هي فتح مكة الإسقاية لكن رواية الحديث أولياء بعضين دون قيبة كملة إنه أها فتح مكة أها عفوا حج الوضع أي أهي. قال وحيري نك صحابي أبو جحيفة وهم من عبد الله السواي هذا المريسي. فخرج بلال بلال باصوب بحي وحلا صوب بحي بوضوئه ويسديس ويس يعني بيو ونبي كويس يسوق يبناك كيان حقوق تقديم يتأخير بحديث كتيرة. مركي بيه نبي وكوي ساقاتي بيه كذا نبي وكوي سنة سجى تركي سب بركة سنة كذا هذا نجي إسحابه وهرس ذل إن حقوق في عنها لو اسم مريا يعني أنتو قاري وإسحابي كلا كسي حنطة يستا حنطة متقارنة طيب كسي قات ساسا يا لك النقضي تي مركي تيبو سهر مري تيبو سهر مري مركي تقديم يتأخير بكتيرة. فمن نائل فمنهم صحابة وحاكملة نائل به ننهل وح جاري نائل ننجاري أو به أسوق عنس وحكوه لي وحكم إذا ومنهم ناضح ننسكوس صير بيه في عن تهل أسوق إسقر جارسي وسكوس صير بقى كم إذا نينك وحك لو رواية ضم بإيمان دونتي أخذ من يد ساحبي ورضا وحرص ذا أن إنك لا يسيسي ولا زيك لقات أتبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم ومسألة إجماعية وين لكن القياس عليها بخلاف كتاعية القياس عليها باقله نو مركو وصل حكولي وفيه التبرك بأثار الصالحين واستعمال فضل طهورهم وطعامهم وشرابهم ولباسهم مرك هذا يحتاج إلى الدليل إن بضبا كسو هذا كنق نقن ما هي لأن مثلا نصل وما هي الصحابة أصحاب الكرام لما هي يجو إسبرك استآثار طودي التابعون الأفاضل والنبلاء الفضلاء لما هي يجو إسبرك استي أثار الصحابة لما هي وهو الضمبو قذا الكيمد وحين كل سنتهي القياس
القياس على التبرك بآثار الأنبياء والمرسلين ورانا ونصوم القياس كأنه قياس تبردرا ونأسحين مركا قواعد قياس كاللافيري شرط القياس أمهم سواء محي وأين هرت مقيس كمقيس عليه أي كل دوينه شكو جو هذا أصل الحاقين أيه ومقيس عليه اللي يقان هي فرع ومقيس اللي يلا هذا وأين كل دوينه أو إلا بشي كليه أو كلام مرعيه هذا يسكم مديهين قياس بميال لا بشي يسكم مدى ولا سكاقز قاتا وجوك جوك ماشا جوك زوما هورت الله بدا الشيء وإن فرع يا أصل كو أي كلا دوينه هدان كلا دوينه شو سنجرين وام حي وقياس الشيء على نفسه قياس ما بجري يدي قياس الشيء على نفسه وباطل ولا بد من المغايرة شرط اللبات وإن فرع أو مقيسك علة القياس علة الحكم وأصل كل السمية هاي أما أصل أي كبر أنت فرع لا بد أن تكون العلة إني تساوي كده حي لا بد أن يكون الفرع مساويا للأصل في العلة أو أن تكون العلة زائدة في الفرع موضوع صعنا طيب وحن نبغى اللوب إذن مقيس عليه بأصل كهذا الربعين لا الحاقيه وحاجر وحاق لك قاد حديثك علوم ذا أولي ذا أهل خيرك إن لبركيسته ومحاو دليل صحابة بركيسته صوبانها إلهي به سي آثار تيسي قياس عليه باتري إذن وحاق رتائنا اتراض علوم ذا أهل خيرك إيهيو يا رسولك وعيسكم نقول بوا بركة بدن ياي الله شاحمي الله شومي وأهل خير وبركة سني إذا علاه وحام وام وبجامع أن كل منهما مدو والبيون ياي ذو بركة ذو بركة هذا بهذا النبي محمد ذو بركة هو بركة الله بركة يستعلمون والله لأن العلماء وام حي ورثته الأنبياء الله صلى الله عليه وسلم عن لنا هاي الدوات في عن طيب الإيتوس أو شو أنكل فهمي حو ورقات كان صلق بيسي إفانسي بالله إفانسي فرع علوم هذا إيو أهل خير كا بركضو يا خير كود من لم يدي هاي بركدي يا خير كي النبي محمد عليه الصلاة والسلام هذا الهات هذا عشون لقاني بتقالوا بيسا عشون لقاني هدعوه هذا صوبنا أحد لسنتو يا كلبحي من نوغو هذا هذا هو نوغو ودوالان تطوخ قليسي سوى الله كعي هذا ما تشوكت سيدنا محمد أحد أولا سيمي كرتا انت اينا وحكو فانتان بان ربا طيب نبي محمد يا صحابة يا أونك الرومية مصنو وحي كسميه نمجر قبي أهم أونك أهين اللهم إني بشر مخلوقاته سبحانه الله بركيه بالدليل طواف انت اذا شرط القياس هو اللواي شرط القياس محوها اساسي ان يكون الفرع مساويا للاصل في العله او تكون العله زائده في الفرع على الاصل اذا لما هي زياده ما جرته تساوي ما جرته فبطل القياس قاعده كلها مهم جدا وحائم بدن قاعده اثاريه جويني وصاحب ابتكارات وابداعات وي برك اصولك امره يا كدبنا والله دمهستر وحو يدي هذا اركت معنى لا اعتباري هذه ذات فقيه يا مجتهد اعتبر معنى اي عله علل اس السلف كو ايسا اعتبارين اوو نينكاسي بدعيه منكر بلاي وداي هذا الدير كجرى برهانك وي لكن معني ساسدا معي هاي هذا ركتبوا لأحد اعتبارنا يا علو يا معنى سلف كنا أين اعتبارين حل يقول تشوغي إن مضنا إلا اعتبار يا معنى أصغر لا تحجليو وحدا قول تابر وحو هذا معنى بديعة أو بدعاء ونشتغل ولا يدينت محنك وضع هذا هنا صحابة أهل البركة ما هاي محي يقول سوبر كي سواي أهل بدر وبيعة الرضوان نقابة أذكرنا إنسان أنصاري
بيعة العقبة أصحاب الشجرة يا أصحاب الصمرة وكي النبي ورجل يوم حنين ما كانوا إيشو ديك توتقرن إيسان رقم مصر النيل إلى هنا مصر من والسابقون الأولون لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ضدك النوع عاصى صحابات والحدود ريب بدر بيعة رضوان نقبضي مردحين نيجو اسبارا كيستان أنصاري المهاجرين صغار الصحابة وأكابر تبارا كيستان مار كيستان وبيكو هورسان أما إيرهوك لتمرتا أكيد بأنو أنو تشيي طيب هذه صحابة لقد سوتك تابعين وميضا رتبارا كيستان صحابة أبدا إذن هذا المعنى الاعتبار ليس بركة أتبرك بالصالحين تا ومعنى ليس اعتبارين سلفك مضنانا إلا تحقلي يحلق سلفك النولاية هذا أظن تحقلي سوى حلتي مد قولا بديعا أي بدعيا أن قيمة لها إنها مركة تقوي سوى حاوي وترك سنة ماشي أن سوى مريوي يذكرنا إسان أترك سنة ماشي إسحاب الله يكون قابسة يا طائعين باكو قابسا وذاتك اجتهادنا وحان لنا قياس بالله تمد آن عقب بدن كنت تاقنين اجتهادت أما لا بأجر بالله هاي مركا آن كاق الله ينوي أما حقيقة وحاوي هل أجر بالله واد قفتي واد قفتي مركا وشي يعني لو خلد مالس كبير لالي طبعا معنا ما ينعلم علمنا كو قعصرنا هاي وحرمنا مستند كحكم كل شيء إنه نوع عداد إنه نوع عداد ما نعد حكم كاسقا أنس كذا أنا إبن الله فقال حل سحابك فخرج النبي صبنها صبحي عليه أسود وش سأيتها حلة حمراء اسكجوك عسقبة حلة لبدي مرو لبن مرو اسكم مذهب لبن مرو اسكم مذهب أما عط أما جدودا أما مذو مركات قبطو أيا ليلة هذا قل يوم حد ما بشرد ما معه إني اسكم مذهب يجي مر بعض هذا مرنا كركو قبطو هاستنا متكو قبطو مركات سحولة ليلة هذا اسكجوك بلط من واحد ما يه وإني اسكم مذهب يجي كل يحلل وثوبان منه كركوس ريا منه هوسات وقبطه هل مر حلل لما يلا حمراء عس إذن حلل حمراء النبي قلنا قبائل وحيد الأوطى جمهورة أو مرضها مذهب كيدون بهي لا تئن لحران كر ويسوح مذهب وريبا وسنجرين حنفية يبعض الحنابلة يا أسكود به حتى ابن قيم رحمة الله تعالى عليه وكمدي هاي مرض جدودا لما حران كر مرض عس جدود يعسين سواء اسكم بدم ما نيه انا جدود بنو قان لكن عسكو سومالي كلا كبرتي باش ديق جدودان لما خيران كرو مخاي يلي احاديث با كنت بع وحديثه كو اصحي في النهي عن لبس الثوب الاحمر مجر لم يصح فيه حديثه طيب حق النهي حق النهي تنا وحي تسيسا نبي انه قبي اسكو جوق عس اما جدود مالين كايدا مركه ورد على الحنفيه وبعض من نهى عن ذلك كأني آدم ودبر أنظر إنا هدى إيجي حتى مركا حديثك إذين تبين يتابع ويكسو تبين يدعوني وحد مدينا إشبكوها إيو إلى بياض ساقيه أدمنا النبي عدين كودي وقرح دودي لو دلون النبي مركو ويسيستي مركو ويسيدو صباحي عفو قالوا حلو السحابيك فتوضى النبي ويسقات هذا دركيس فتوضى النبي ويسقات وأذن بلال بلال صلاة بو آدامي مسافر بالليالي ما كان لجوجا صلاة دي لتكون يبقى له آدمية إذا آدم والله صنع في السفر والحضر للصلوات قال حول السحابي جحيفة أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي فجعلت بحن قدقل أتتبع إن راع راعيه فاهو أفكي بلال ها هنا وها هنا بلال بان مركو السحاب وتشيس تبع نحقر ولا تشيس تريه واحد أبوه يسمى كلا أفقط راعين واد روح بشمه حتى وصيتوا له الله ديه أو أفقه طوك على قاد واد كلا قاد أو اسمه جرنيس واد مقنت واد مرقان زنتاي روحه هو شو قد أطراعي سا بنادك واسدة طيب مرضا ما الأركي سا أضو أفقه قل له عيني وماذا أدام يجي طيب روح بعد راعين فجعلت وحنا قد قلبا تتبع منا راعي فهو أفك بلال ها هنا حق بدحي مدق يا ها وها هنا حق مدق يقول يقول حجة دو بلال أما وهب وصحابك يمينا وشمالا ها هنا وها هنا محكوضة يمينا وشمالا يبدح يقول أولي بلال حي على السلاة صلاة أكالي حي على الفلاح لبانت أكالي في قيادك نقصهم بالري خلافك كتاقل ما ميدك تا بدل وضع قربة حي على السلاة أوليه نسي حي على السلاة طلباتنا
حي على السلام علنيسا وإن صومر مركا قلوا حيلين حي على السلام الله بدأ إذا جهر با ميدك تالو طوريا أضو حق أجا جهر وميدك تأيقيا يد حي على السلام حي على السلام لا أضح بذحنا حي على الفلاح الله بدأ إذا إسكاله لما سيدا سيدا هذه لما نحمي والإسو إدارين إياه وسلسو إدارين مد والب بذحي ميدك بيلا حي على السلام وميدك يحيى على السلاء وبدحة تكرر الله سيدو كله لبدا يدو حلوك لقيبين مدقيو بدح لبدا معنا أقو عن سن عند أهل العلم صور كلية كيفية كان واجرة حقين مري طيب قال وحول ثم ركزت وحلوقة شيء له صوبانها عنزة تكي أما إيبو طيب فتقدم نبي بحرمة عليه الصلاة والسلام قال لو قلتن شيء صلاة الظهر باقى شوي فصلى الظهر ركعتين لو رعوا نبي الظهر وتكذي يمر بين يديه هرتز النبي وحمر يي الحمار الضميرك يو الكلب اي لا يمنع ان لعلن ود ان لهي يكر من نبا ان لدهي حي للنبي وحوت الله ستر عند الجمهورنا ستر ستره الامام وام ستره لمن خلفه من المأمومين ثم انت كتب هذانا صلى عصر ركعتين لو ركعوا عصر تكدي ثم لم يزل موسى كزول صوبنه يصلي انه تكني صلاته افريدها ركعتين ركعتين حتى رجع الى المدينه الى المدينه قصوى اللابتي هذا هو مسافر صومها انت ومدينه ما بكم مقاي هاي انت دوني ما نقوتي وحاك مركو حاكو تشيره صفر يا صعداء البائن ستر اللو باهايا صفر يصعد البين آذانك وصنة يوم مشروعية التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام طيب انت أصبوا كجرتا يصنة إني تاي حي على تينك مك الله مري إن بدعي ملك الله شليعه طيب حكانت وكجرتا وحكوا كجرا الاستعانة بالغير في الوضوء إن هذا ويسدا أتكال ميسن كرت غيرك ويسدا يا كيني نبيه يا أولي طيب خدمة أيضا إنسان دبل هاي تلاقي النقاش مرو كتاجي هاي وإلا هو يسيو إن بيها لقوع أو يدب ملا حدثني محمد بن حاتم بن ميمون عن كبود حدثنا بهز بن أسد العمي حدثنا عمر بن أبي زايد واسمه ابن أبي زاد وخالد بن ابن ميمون قال حدثنا عون بن أبي جحيفة عمر بن أبي زايد وهم متابعين إياه سفيان الثوري كلاهما عن عون ابن ابي جحيفة السوائي حدثنا عون ابي جحيفة ان اباه ابي ابا جحيفة راى رسول الله رسول كلاه ابو اركي في قبة حمراء تنرو يا خيمة جدودنا مع سكجرا ومن ادم اذين يا صان حول لقسمي ورايت بلالا بلال لو اركي اخرج اسوغ صوصارو كان وضوءا بيلو سقاته فرأيت الناس دات كمان أركو يبتدرون أدق دقية كلبوبية ذلك الوضوء ويسدى أيضا النبي قوة يسيستي فمن أصاب منه شيئا بيها نك وحكه لي تمسح به واسمر مر شيء ومن لم يصب منه نك وحكه لنا أخذ من بال يد صاحبي أخذ وحك قاتي من بال يد صاحبي صاحبك قعنتي قعنت قيان كذا أصونا كسي حنطيست ثم رأيت بلالا باركو أخرج صبحي عنزة تكي أم مرشين فركز مركز وقلت شيء وخرج رسول الله رسولك إلهي با صبحي مركب ويسقى تكذب في حلة حمراء اسكجوك عصب قصب عمقدودا مشمرا أسقو حنجيرتي مرضنا كرقاتو أن مصبل أهي ورد مليس أي موقدا فصلى إلى العنزة تكي حق دوتو كذي بالناس ذاتك ركعتين بتجيو فصلى الى العنزه بالناس ذاتك حوت تجي حق ايبدا اما تكيغا ركعتين ورايت الناس ذاتك بان اركا يا كلين تكنين يا ودواب حوله كلي يمرون ايغو مريا بين يدي العنزه تكي هرتيدا مريا معايا اي سطر او تالا النبيغا طيب انت سمرك احد حمان كو سوعل عليا ان فهمتو نبي كو سوو دالي هوشا ايدا صحابي هذا الحديث كان دير هذا رواية عمر بن أبي زائدة أيا كفها فاسن روايتي سفيان الثوري الطومبرتي
لأنه تا تقديم تأخير بكجري أما مدان ومرتبة مرتبة. حدثني إسحاق بن منصور الكوسج وعبد بن حميد الكسي الحافظ قال أخبرنا جعفر بن عون بن جعفر المخزومي أخبرنا أبو عميس واسمه عتبة بن عبد الله، عتبة بن عبد الله الكوفي أبو عميس كو. حا وقال مسلم وحور وحدنا لقاسم بن زكريا حدنا حسين بن علي الجعفي بكوضة عن زائدة بن قدامة الثقفي أبو السلت حدثنا مالك بن مغول البجلي كلاهما وكوما أبو عميسي أبو عميسي مالك ده هادي سيدا ماها أبو عميسي يا مالك سنة كورميش وكو استاغي والله وطا والله وطا مركات حساب ده جنيز معادي صدح قدر وطبان محاد قولي إبر بعد قولي محاد وطا هل سيدا ضوان مركو سنة كورميش وكو استاغي ميش وكو استاغي سوق هذا ننكا حج ماشى الدنبيك في لهم وأوكو يجي وذات كود الدنبيك كي هري كود تاجنا إسكو در صدق إن قال الله ما فهمه مرك قال كود ما كان رواك ومحد يوم بع سنة ماشى قبل الضوء من قني إسحاق ويجي قاسم ويجي لما مرة وأنا ترى أبو عميس يو هي مالك ذنا مالك بن مقبل البجلي كلاهما أبو عميس هي مالك عن عون ابن أبي جحيفة خير ومرك مالك يو أبو عميس وحين متابعين أيان سفيان الثوري إيه عمر ابن أبي زائدة ويونا عون ابن أبي جحيفة حكا قادني عن أبيه ودي أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث أفرس دقال المسلم حوري فذكرا ويهنا فذكرا وحي شيئا مالك بن مغول يا أبو عميس بنحو حديث سفيان الثوري وعمر ابن أبي زائدة لرقع اسم طاعين رقع ويهي حديث كله حديث كا أي شيء يزيد بعضهم على بعض أفر ترى ومدكوت كخلو وحلا دير حق اللفظ قوي وفي حديث مالك بن مغل وحا كجرة فلما كان بالهاجرة هل يدوري مكلا قار يعني دورك مكلا قار خرج وصبح بلال فنادى بالصلاة صلاة دبو آدامي انت صلى صعوته حديث مالك بن مغل أن قصة مرين رواية كلي صدح ذاهاوي مهاجرو سيدا دو وعلي دا حلقة دور قرحة كلاتة ولي دور كجلين بأصل لي دا لكن هو حلو شيء دا ما كان مكان للجوج دور كجلين بقرحة عن مدرسة إن شان ساعة للجوج إلى ساعة. حدثنا محمد مثنى ومحمد بشار بن دار قال وحوري من مثنى سوى حدثنا محمد جعفر غندر حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة الفقيه قال سمعت أبا جحيفة حكم بهذا وحمد متابعين يا ويلكي أبو جحيفة أها عون عون بهذا الراعية سمعت أبا جحيفة مغلي قال سقوا إلى خرج رسول الله رسول كلاه بحي بالهاجرة أي في وقت الهاجرة حلقوا الظهر كل هذا إلى البطحاء دحد مكة أي أصب بحي فتوضأ ويسقى صبنه عليه الصلاة والسلام فصلى الظهر ركعتين ظهر كي بالله بركة عودت كذا والعصر ركعتين وبين يديه عنازة هرتي سنة وحق التمي تكي أما إيباء مرتنير ورنير بايالي قال شعبة وحيدي وزاد فيه عون عون وحيدي قدر حديث كان إذن شعبه وحقوق شيغي إنه حديث كوري حكمنا وكوري عونا وكوري طيب وزاد فيه عن حقوق داري عن أبيه أبي جحيفتها وكان يمر وحامري من ورائها تكي عن زاد حق يضد ضمبية قداش المرأة هوين يو الحمار والضمير يو حلال المال فباب كضمير نكو قال دون ضمركو يا ضميره يأيدو سادة مقويا ما يقلابك كجرة باب قونو باب يسندن إمامك إن شاء الله تعالى وحدنا زهير بن حرب ومحمد حاتم بن ميمون قال وحدنا حدنا ابن مهد عبد الرحمن المهدي ابو عبد الرحمن حدثنا شعبة الحجاج بالاسنادين جميعا مثله بالاسنادين جميعا مثله اسنادين كم جدوا مع ولبد السند اي حكم اي كي عون الا لبد سند بولها نكلا يا شعب مرنا حكونا عن عون عن ابي جحيفه مرنا عن الحكم ابن عتيبه الفقيه عن أبي جحيفة سمعت الزمر لبس سند بوتشيدا حدثنا شعبة بن نوي حديث بالإسنادين جميعا مثله لبس سند الزمرتين بكوري مثله ومثل حديث السابق في اللفظ والمتن وزاد في حديث الحكم وفر زمرك حديث كحكم حكوكر وحديث كعون عن كجر فجعل الناس تدكو حي قدقلين يأخذون إلى قاضنا يا من فضل وضوئه تنا مركا كعر وايد كهوري تيهوري الزمرتين أهيد فرأيت الناس يبتدر ذلك الوضوء وحقوق قادن كرتا
بيه النبي قال الله كان إنه كوي سيزته نبي إنه كوي سقاه نبي بدخل خلاص بوين مذكرته لكن تنضب أكو عد زوح النبي مر كوي سقاه طيب بيه كذا رجع كذا طيب تدخل مسلمين طاي كلا قادم كلا بوبيا يأخذون أيوة قادم أيه من فضل وضوئه ويسدي سويح كصو هري النبي قعنته قري لا قعنته كشدامك والنبي فرح شكدي ويلقو قعنته قريه وكوي سقاته وجهه هذو دقي هذو قعمه دقي هذو لوها دقي إذا بيه قعنته كصو قادم أيه فريسي يدي ذيك صوبناها كوب حبيه وبيه بركة إذن حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا عفوا قال قرأت على مالك عن شاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن سعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حول ابن عباس أقبلت وان صدقاقي راكبا أنوصارا على أتاي النيف دمير أنوصارا دمير لديك أنوصارا وأنا مالك مكة وأنا يومئذ مالك أيضا إمانا ينا إن صدقاقي أنو قايد كاوتنا قد نهزت وحان كل وادون سيقاي الاحتلام إنان بيدو ليون قان قالوا شيء يتمسن وجري يما يصدح يتمن جربها لما يتمن بوجري كي يتمن تمن بوجري ورب ضن وهي نمن وحي رجحان شيء يتمنك نمنا وحي رجحان صدح يتمنك ورسو حلو ما كنا نبقوا دمان يشي يتمن جربها يما يوحوها أفر يتمن جري صدح يتمن بوالسكوها ورسول الله رسولك إلهينا يصلي بالناس إذا كنت تجيني بمن كنت تجيني وفتح مكة وحجة الوداع حجة الوداع وي سنة قدام بي النبي قلنا ليش يسي فمررت وحان صوم مري بين يدي الصف صف كورتيسان مري فنزلت وانكد قيبول روايات كقراكود وحديث كوليه في الصحيح وفي السنن صفوفتي بركود مررت بين يدي بعض الصف صفك بركيبان هرمري مركان قايد كوتين ربينا عن صفك كلي عن كبيرو اللي ضعش هذا كي من كرتا كدي منه ساس تدقين كرتا أما قاب كاس تدقين أما ساس تدقين حق قاس وكلا تقلي كرتا فنزلت الضمير كيبان كده جاي فأرسلت الآتانا ضمير تبان سيدة يترطع مالها تريد يرست يدا رفته ودخلت في الصف صف كيبان قال فلم ينكر ذلك علي أحد فلم ينكر يقوم قون سنين ذلك أرنك إن أنا الضمير صارا أن صفك بركي هرمره علي ضشيد أحد أحد قون سنين مجره نبي قبل كتره عليه الصلاة والسلام وأنا لو إذا أركا يوي قسم بركو قبا ابن عباس ضميرك هدو أضو حتى بلا سترك هرمره صلاة دي كامت شبيس صلاة دي نمجو يني الحمار والكلب والمرأة لا يقطع لا يقطعنا أو لا يقطع يقطعون الصلاة والقضاء مركا رأي مذهب كيسيبو مركا إمامكم ماشك يا كتشرة وإن إمان دونتا إن شاء الله تعالى لكن على رأي الجمهور وحو جاءكم مجرد صف بنهور مريب ويديه وحكا دقان تاينيك صف هور مري إمامك إيا سترين آنكلا نحمرين وحكا دقان تاينيك أضو سترك هو تالو هور تالانين مري ستر إيه تالا طمير بحال كامر محو يلي ضدون تسترين إسكو جيد أضاي كو تالا حامي يلي وحي ما أموت صلاة ودعو عقاري لها هادية ابن عباس دميرتي سؤال الله هرمره نبي إيو قبات كيسة انت ورد حيسة مركا النبي سيادة سواقو إلهي تيما ممنتنا واقو إلهي مر هذا النبي هرمري وصدري دي سآلان كلا إحيك سنين صفبا هرمري ابن عباس وحبكم مترين بالله لأن إمامك سترة لمن خلفه هذا كان احمر النبي ستردي سوسنا اهيد او هلك ادن مرين وحن بعد يلين وي هذا هلك نغ مري بي كدغنت ساس لوو جواب مثال اجماعيا ما الله سوده ستره الامام وستره لمن خلفه وراي جمهور اهل العلم وانا مساله خلافيه جماعه من الفقهاء ونو كمدي قاضي عياد كمدي قرطبي كمدي اجماع سوغوري اجماع لا يصح لا يصح خلاف حقيقي وعند الصحابه اي جرى تحافظك غير كي بيت المامه ابن حزم ايو اية المامة إذا ابن عباس وأصولي استدل محود لشدي عدم الإنكار أيود لشدي على عدم البطلان دقيق وي طيب حالا ديك لها صلاة ويقول أيضا أنبرين وقيتان كما حنكو أوينا صوابك بابعي مركب كل إحدى ماشي صلاة بفشو وكين حجيدي لا يقوم قنصن هذا لا يقوم قنصن وحكى صوب حماشة
inaan wax dhiba jirin, salaadna buraynin, thawaabna isdhimaynin, wax khatara aanan u geysanin salaadii musallinta. Meeshu aad eegaad waafaqii usuuliya, marka meesha xagasha wax la qabto garanaya, yuu garanaya. Haduu dhihi lahaa salaadii mogi mana burin, waa laga murmi lahaa. Hunaa waxay noqotay falam yunkir dalika calaya axadu, macno walba uu doonaya usoo galay. وأنا معنى دقيق أوي سأقول حدثنا حرمات بن يحيى التجيبي أخبرنا نوح بن جوابته أن قوشة أيضا باقوا فلا سترة الإمام سترة لمن خلفه أدي لبضهم بين الأيضا أخبرنا نوح بن عبد الله أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي عن مشاب الزهري أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتب بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره حقوشة أنه أقبل inuu soo qaabilo oo uu soo jeestay yasiiru asagoo soconaya saara calaa ximaarin dameer ataayn baynu sumri dameer dhadig weykan laakiin waa jinsul ximaar labya dhadig buu noqon kara wa rasuulullah rasuulki ilaahin ay qaa'imun yusalli bimina nabigu uu taagan yahay oo mina uu ku tukan yahay marka uu soo rukucsanay fii xajati lwadaaci xajkiisa gootiska ee nabigu ummadda ula dardaarmay yusalli binnaas ummadda isagoo tujinaya qaal xuri fasaara alximaaru dameerkii baa maray bayna yaday bacdi safi safkii barhkiibuu hor maray wey ilaa dameerku mogta intuu ka soo bilaabo ruux u geesaya saa u mari ma in la wada mooyeen dameer dhaqanku waa taqan markuu socdo hadduu iska leexa asagu wuxuu raadsanayaa yaa xukuma tahiib ee asagu dan khaas uu kaalayay inuu ku tiriyo meesha ma taal marka safkii barhkiibuu hor maray wey uma nazala canhu waa ka dayay ibnu cabaas fasafa maca annaas dadkii buu la saftay marka muxuu ka rabaa ما لا يتجزا قعيده ثمرتين وي ابن عباس وعلى صفك بركي هذه لما صفك لما مرن يقول ابن عباس ما لا يتبعض فيتان بعضي كيتان كله قعيده ثمرتين زمر ودقيق ما مدي كرتيد هذه صف وقوين با لا يدي صفك ما ما هور مرن صف ما قيب سن كله صف ما قيب هل لا ينوي هل كاد كدم حقنا وكدم هيا هو مرق معناها سلاغي اشاره امامك يقصدوا انا ارق واحده صريحيه حدثنا عقيل مري سؤال حدثنا يحيى بن يحيى وعم الناقد واسحاق بن ابراهيم الحنظلي عن ابن عيينه سفيان عن الزهري بهذا الاسناد سند قد سمر الزهري هذا وذكرني زين زهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن عباس بوها قال وحوري مركة سفيان ويا هذا مركة سفيان بين قصه كري سند كي والنبي يصلي بعرفه لفظ سفيان باسكان يعني سفيان عن الزهري عن عبيد الله ابن عباس نقاد اصل قال لو ابن عباس بس لكن لفظ انك ينوت من هنا ومحي وابن عيين قال ابن عيين وحر والنبي يصلي بعرفه نبي كنت كان يعرفه ولو برمايو وقصه كلون تي اهين هي ما هي واختلاف الرواد سواء كن نبي منو كنت كدي وي لون بدنيا ترجيحها لو بدنيا ترجيحها لو بدنيا تعديد القصة إن لا بقصة لا قدقو وحلو بدن إن هالقصة لا قدقو ماشي بمن عيد أي بعض الرواة كوها ميين كصوفيان يرقوا كل راعي كوفا وميين وعرف قدقين يقول عيد التوهيم والثقات ومسألة خطرة أن قصص قصوين كأن قدقو إنه لا بعد أعضاء أن قدقو حدنا إسحاق إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد إذن معمر بهذا المتابعين يصونه ابن عيينة إيوه يونس يونس عم نشاب زور سمين صمر الزقنا طيب إيه مالك وكسر الرياض إلا مالك بكسر بلا عم نشاب وحاكو حقي يونس عم نشاب وحاكو حقي صفية من عيينة عن الزهري وحاكو له مكة دمر إن معمر عن الزهري معمر نوى من ومن أثبت الناس في الزهري ما أكلوا كل تام وإيه زور كمل لي إنك سو أسن قارين رجع هذا يونس يو مالك أسن قارين بهذا اللي سنات سنات كانوا كتب ولم يذكر مؤسا شيئين معمر فيه في الحديث منا ولا عرف ما شيء أسوم مرك نن عرف كل فت منا وهو قاب صليبة نبي محمد تكان يا لكل مي طب يرتب أن سيد داي صفك بان قلي طب يرتنا صفك قيب كم ذا يهر مرتي مع سلام وقال وحونا يلي في حجة الوداع حج سووتسك أو يوم الفتح يوم الفتح هو شك الراوي لأن يوم الفتح هو خطأ سيدا صوابك
في حجة الوداع معايا ليوم فتح مكة نبي من أنا متقين عرفنا متقين عرفنا النبي يقول متقين من أنا كمت كنن يوم فتح مكة لا يقانا ماشوا النبي يقول مريه أول وقبت مالك أيضا مرك يوم فتح مكة وشك الراوي وأنا خلصت ثوابك والله سبحانه وتعالى أعلم.